نتيجة المعمل الجنائي تقول إن الدم اللي حصلناه على الثوب مطابق لدم المجني عليه. لا لا، هذا مو صحيح. عارف إنك مريض محتاج علاج وخجلان المرض، بس يا ولادي المرض مو غير. أنا عارف إنك أبو وليد، كل واحد قريب مني وعارف كل تحركاتنا. في واحد على الباب اسمه ابراهيم يبغى يقابلك. ابراهيم؟ بس ايش تبينا نسوي؟ ما في مكان ثاني اقدر اروح. خير؟ شو اللي مكدرك؟ يا جبان! يا جبان! كلمة. يعطيك العافية أبو علي. أي نعم، جهز لي قوة لو سمحت. شكرا جزيلا. مو وقتها الكلام. أنا أبو وليد أستقل ظروفك. أنا أخونك أبو وليد على كل اللي سويته لك. الو دكتور، يبيك بسرعة. زين زين، جاي حالك. الو محفوظ، ايه انا سلمان، ايه خير صاير؟ ابتدت في مكتبي، جاني مرة في مكتبي ومعاه ظرف كبير.
بعد ما اتفقنا على كل التفاصيل علشان يخفي الجثة ويبعدها عن موقع الجريمة. كل الأدلة تقول انك انت العنصر الاساسي للاحداث اللي صارت كلها. ايش قاعد تسوي؟ سمعت من الشنطة؟ وين شغلك؟ حمد؟ ايش اللي جابك هني؟ الشخص اللي كان يهددك بالتليفون واللي كان يعطي وليد المخدرات بعد ما انقتل سعد واللي ايضا اختلفت معاه على المبلغ وبلغ عنك وهو حمد. حمد؟ هي معقولة؟ ليش؟ ليش يا حمد؟ انا سويت فيك عشان تسوي فيني هالشكل؟ انت اللي تقول كذي يا ابو وليد؟ وانا اللي ضيعت عمري معاك؟